موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل 3 مدنيين جراء قصف مصدره قوات النظام في منطقة تقع بين مدينة الدانا وبلدة ترمانين شمال إدلب، كما قصفت قوات النظام محيط قرية كفر نوران بريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة. مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بقصف صاروخي استهدف مدينة إعزاز شمالية حلب مصدره مناطق قوات سوريا الديمقراطية وفق وكالة الأناضول التركية. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 13 عنصرا من قوات يبقى شمال سوريا. مشايخ العقل في سوريا ولبنان وفلسطين يتفاعلون مع الاحتجاجات في السويداء وسط مطالبات باستئناف الحراك الاحتجاجي بحسب صفحة السويداء 24. وزارة الصحة التابعة للنظام تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام. شبكة الإنذار المبكر التابعة لوحدة تنسيق الدعم تعلن تسجيل أكثر من 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشمال غرب سوريا ومنطقة نبع السلام.